مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي ناقشنا فيه الموضوع ديال خالد، كانت معنا الأستاذة ليلى مستشارة القانونية اللي قدرات أنه دير تحليل على الموضوع في الإطار القانوني ديالو. مشاهدينا الكرام، الآن معايا الأستاذة زين خيار، محامية بهيئة الدار البيضاء، اللي دخلت على الخط في الملف. السؤال الأول، شفنا الموضوع مع ليلى في الإطار القانوني، الان غادي نشوفوا الاستاذ زينب ان شاء الله كيفاش كتشوف الامور. والحمد لله، انا في الكومونتير قالوا لي خاصك تشوف الاستاذه زينب المحاميه، راه ان شاء الله غادي يكون الخير باذن الله تعالى، وربي وفقني الحمد لله. انا دابا معاه ان شاء الله، وحنا كنطلبوا ربي وكنطلبوا العداله تنصفني وتاخذي حقي. انا راني مظلوم، وكنطلب الله سبحانه وتعالى، حنا كنديروا الاسباب ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يجيب الله التيسير. هادشي اللي كاين. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الموضوع الان مع الاستاذ زين. كيفاش شفت الملف استاذ؟ شفتي الملف ديال تبعتيه وشتي كذلك حتى التعليق كيفاش شفتوا ليلى في الاطار القانوني؟ انت اللي غتبدي الخطوات، كيفاش كتشوفي هذا الملف؟ السلام عليكم استاذ يوسف، كذلك كنشكر السيد الضحيه اللي كنعتبرته ضحيه من هذا المنبر، لانه خسرنا وبغينا باش ندافعوا عليه، لانه كنقدم جزيل الشكر رغم انه كيبان لي الملف بانه عنده معطيات خطيره اللي باطل. هذا السيد تبقي جالس معنا لان الضرب في شرفه، الضرب في ماله، الضرب في بناته اللي عنده ربعه، ومع العلم انه انسان طيب، لان تبعت معكم في الحلقه انسان طيب جدا، لانه عاون هذه العائله ومشى معهم بعيد لدرجه باها مشى كان مضر جابه من ليبيا. اذا هذا السيد عنده جزاء كبير عند الله، والحمد لله ربي نجازاه. ماذا نعرف الحقيقه ديال بنته، لان كانت الوالده ديالها كانت البنت كانت عندها 8 سنين تغتصبت من طرف الخال ديالها اللي كانت عنده 17 سنه. كيفاش هاد الامهات، كيفاش هاد الام، علاش كيولدوا هاد الامهات اللي ما كانتش قاده على تربيه الناس ولا الاولاد؟ الاولاد ماشي ساهلين، باش غنجيو نولدوا اللوح وخاصة تتبعيه، ما خاصكش تدري من اللي صغير حتى كيكبر تيفوت 30 عام وانت باقي تتبعو. هذه بنت تعرضت 8 سنين، كيفاش 8 سنين كيتخلوا بها الخال ديالها وهي عندها العلم ديالها؟ دارت لها سيرتيفيكات ميديكال في 2013، عرفت هذا الشيء خوالاتها، ما يمكنش نتستر عليه. كانت خاصة تحدث لك النزيف، كانت خاصة تقطع النزيف، واخا ما تقولش الزوج ديالها لا كانت خايفه على الوضعيه ديال الزوج ديالها ولا شي حاجه، ولكن تقطع النزيف. هي خلات داك الشيء مستمر حتى البنت وصلت 20 سنه، عاد البنت هي ضرت بزاف من طرف الخال ديالها، لان ما نصفتهاش امها، لان امها راه هي المفروض هي اللي تنصف البنت ديالها. الام هي كل شيء، لان كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. الا كانت امي كتعرفني كانت تغتصب وساكته، اذا امي راه هي اللي اغتصبتني، راه ماشي هذاك اللي اغتصبتني. ما خاصهاش خوها ما خاصها تجي على خوها، خاصها تعرف بنتها راه مسؤوله. قال لكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام راعي والمراه راعيه، ان المراه هي الاولى في الرعايه. يعني ان المراه هنا من هذا المنبر كنقول لك انا بان كنت هضرت معك على زين المحارم، ديك زين المحارم العيالات كيتستروا. علاش كتستروا على زين المحارم؟ علاش بحال خوك، بحال واحد براني، لا خوك يغتصب لك بنتك راه ما بقاش خوك، راه ولا مجرم، راه يقدر يدير اي حاجه. كيفاش تستروا الاحسان؟ حتى البنت جات كتقول على باها تكبرات فقت البكالوريا ديالها وهي مدمره اللي تكرفص عليها من جميع النواحي، في الاخر رجعوا السيد هو اللي ملي تعتقل ردوا بحال هو اللي متهم، ماشي الاخ ديالها هو اللي متهم. واخا كانت عنده 17 سنه راه كانت هو قاصر، ولكن لا، ملي عرفت الام خاصها تاخذ الاجراءات اللازمه. لهذا راه الام هي اللي خاصها تدخل الحبس. انا في نظريتي لان 2013 مستر على بنتها اللي هي قاصره، اللي خاصها هي اللي تحميها، اللي خاصها هي اللي تحمي ولادها، ولا ما يولدوهمش لا الابن البنت ولا الولد. من هذا المنبر انا كيقول لك بان هو الزوجه ديالو بدون علمه مشات، هي من قانونيا لدرت لان البنت كانت ديك الساعه في وقت ارتكاب 2013 كانت البنت باقا قاصره، اللي كانت باقا الدريه قاصره يعني انها الوالدين اللي بقى واخا تولي راشده، واخا تولي عندها 30 عام
في الجنايات كانت قاصره مثلا 8 سنين 10 سنين حتى 17 عام 19 عام ونص، راه الوالدين هما اللي كيقدروا يديروا الشكايه ماشي البنت، واخا كبرت هي، لانه قسمتي بالفعل راه كانت قاصره، دابا كتبقى تعتبر قاصره في المحكمه. السبب لان اللي جعل القاضي الموضوع باش خرج باش عطاها الصراح بناء على تنازل الام ديالها، كان عندها حق ما دام الملف باقي رايج في المحكمه، راه ما دام حق راه عند الام ديالها تراجعت، راه كيقول لك بان تراجعت، سواء تراجعت ولا ما تراجعتش، واخا ما تراجعش ربها ما تراجعش، وغتمشي للمسطره وغادي تعتقل. اول جلسه خاص التبسوا ليه الاحضار بالقوه العموميه، ورمي غيجي ان شاء الله في الجلسه غيطبق عليه القاضي الفصل 400 وغادي يعتقلوا داخل الجلسه. وحاجه اخرى بالنسبه لهذا السيد، حاجه اللي هو ضحيه فيها ثاني اللي بانت لي خطيره، لانهم هما خرجوا من الدار، خرجوا من الدار وما باركوا في الدار، علاش؟ علاش؟ واش ما كاينش الله تتخرجوا هذا السيد اللي هو تيبان لي من اطيب الناس، فوجو اطيب الناس، انسان متدين كيعرف حق الله، انت الزوجه ديالو تخرجي الراجل وتشد عائلتك وخوك، اش بغيتي تجيب خوك؟ هذا خوك خاصك ما تجوزش الى الابد، لان خرجك على بنتك، خرجك على اسرتك، هما دابا مدمرين، كي غيدير هذا الراجل تعود عنده حياه سليمه وسط المجتمع هو والزوجه ديالو؟ راه ما يمكنش. اذا غيجد ان شاء الله العجل الجلسه خاصو يتحضر عن طريق، قال لك منشور كيدوز ملف، باقي ما كاين لا اعتقال لا والو، ما دام الزوج دابا الاب ديال الضحيه عنده الحق على التراجع، هو التمس اكد الشكايه ديالو، ملي اكد راه ما كيبقاش التنازل، اللي عندك الحق في اي مرحله من المراحل دير لك سي داري التنازل، اي تراجع لك التنازل، اذا غادي يمشي الملف بمجرى طبيعي، وراه ضروري غيتعتقل داخل الجلسه. هذا استاذه الشق الاول اللي كيتعلق بمريم الابنه ديالو، الشق الثاني انه تم تزوير الشيكات ديالو، والحمد لله خرجت الخبره، تبات بلا ماشي اللي وقع، هو كان خرج بكفاله 5 مليون، وتم الحجز كذلك ديال جواز السفر ديالو الان، يعني حوالي سنتين، هذا شكل ضرر على التجاره ديالو، لانه جواز السفر ديالو فيه الفيزا لامريكا، مجموعه من الدول اللي كان كيخدموا في الامور ديال التجاره. حتى هو معاناه حتى في الشق المالي عنده، يعني الاجراءات القانونيه للتسريع شيئا ما، ما دام انه سيد قاضي التحقيق اعطاه عدم المتابعه، ولكن باقي المبلغ محجوز في المحكمه وباقي جواز السفر. ما عرفتش انت عطاك انعدام متابعة قاضي التحقيق جونفي 17 جونفي 2022. مادام كان الملف عطا قاضي التحقيق انعدام متابعة، لأن ذاك الشيك تبتت عن طريق خبرة بأنه مزور، يعني أن من اللي هو تسرق ليه الشيك من داخل الدار اللي خرجوه هو، جميع الحوايج ديالو الممتلكات ديالو خذوهم ليه، يعني أن كاين تزوير تواطؤوا مع شي واحد، هذا اللي دار مادام كاين تزوير راه كان بناء انه خرج بكفاله ماليه، لانه ديال 5 مليون، وراه الكفاله الماليه غير الضمانه ديال الحضور، غادي يرجع ان شاء الله. وبما ان قاضي التحقيق دليل عدم متابعه، راه هناك النيابه العامه وقال استنفاتو، ملي استنفاتو النيابه العامه غيطلع للغرفه الجنحيه، الغرفه الجنحيه دغيا كيطلع لها في اسبوع، اسبوع كتكون دابا مثلا استنفاتو اليوم، الاسبوع المقبل كتكون الجلسه ديال سميتو الجرحيه الاستئنافيه، الغرفه الاستئنافيه ديال الجرحيه. اذا هنا مادام النيابه استنفاتو خاصنا نعرفوا اش ايدات الحكم، لان بطبيعه الحال باللي من خلال هادشي غتكون ايدات الحكم ديال القرار ديال انعدام المتابعه ديال قاضي التحقيق. اذا يمكن ليه ديك الساعه ملي ياخذ القرار غيكون موجود، وقلا ملي غادي ياخذ القرار غادي يسحب الباسبور ديالو، جواز السفر ديالو، لانه يمكن يدير معاملات تجاريه داخل المغرب وخارج المغرب، لانه عنصر اساسي، وكذلك غيسحب سميتو الكفاله الماليه اللي كان اداها ديال 5 مليون، وغادي يتابع ضروري هذيك، غيدير شكايه مباشره في الموضوع مباشره للقاضي قاضي التحقيق مباشرة، على أن الشكاية المباشرة شنو الغرض من الشكاية المباشرة ولا غير المباشرة؟ الشكاية المباشرة يعني ماشي بحال غير مباشرة، غير مباشرة كدير شكاية عادية للوكيل المالي ولا الوكيل العام، أما الشكاية المباشرة خاصك دير شكاية لقاضي التحقيق،
غادي في الحقيقه تجد لي بحال هذيك الخدمه ديال البوليس المحضر كدير تدير الاسم هذا عنده شحال من عام هذا باش تقبل الدعوه ودير فيه الساكن كذا شحال عنده ديال الدراري يعني ان الهويه ديالو كلها خاصك تسبب في شكايه. اذا هو ملي ان شاء الله غادي ياخذ هذا الشيء غادي ضروري غادي شكايه مباشره في الموضوع وغيجيب هذاك السيد لانه باين بان نصب عليه راه تبتات الخبره العلميه ديال ملي داروا خبير على الخطوط راه تبس بان مزور ماشي هو اللي هذا حكموا لي بالعدم متابعه مي بما ان غيجي هذاك للتحقيق هذاك التحقيق يستعتقل لان نصب لان ثابت دابا عليه النصب غنديروا شكايه ديال النصب وديال الزوار وغادي يذكر شكون اللي عطى داك الشيك. اذا هنا غيتورطوا بزاف الناس في هذا الملف وضروري غياخذ حقه. هنا كاين تضرر اخر كان خبرنا به انه ملي تم هذا الاجراء ديال الشيك تم الحجز على بقعه ارضيه ديالو حتى هي دابا فيها الحجز حتى هي ما تحررتش انطلاقا من هذا الشيك. لا بما انه غادي ياخذ انعدام متابعه ضروري كياخذ نسخه وكنديروا مسطره استشاريه ديال رفع الحجز وكنديروا المحافظه الملكة العقاريه وكنرفعوا الحجز عادي كترفع الحجز شي مبالغ قليله باش كترفع الحجز صافي وكتحيد السيد الحجز على الارض. اذا المساطر كلها صالحه. استاذ الله يوفقك في المسار ديالك. مشاهدينا الكرام ما يهمنا كما نقول دائما هو تنوير الراي العام وكذلك قصص العبره في الاطار القانوني كيفيه متابعه الملفات وما هي منهجيه الاطار القانوني ديالها للتتبع اكثر وفي افاده للراي العام. سمعتي الاستاذه حللت لك مجموعه من النقط اللي هي في قلب الموضوع رايك. والراي ديالي هو هذا الشيء هذا دابا طول هاد الشيء طول راه انا راه في العلم ديالي انه يخرج لي القرار وغادي نتابعه بشكايه مباشره واني وقتاش غيخرج لي ذاك القرار ومن جونفي خرجت لي عدم المتابعه ودابا كل حاجه خصنا فيها عام اذا انا ما غنتابع هذا خصني 5 سنين جواب جي لان قاضي التحقيق كيدير انعدام متابعه النيابه العامه كتستانفو والاسبوع اللي موراه كيتحل على الغرفه الجنحيه يعني ما كيتعطلش الاسبوع اللي موراه داخل اجل اسبوع وكان رافعوا تما في الغرفه الجنحيه لان كتكون فيها السريه والاسبوع اللي من بعد كيتحكم ماشي كتطلب هذا الوقت كله راه غيكون في نظريتي ندير الغرفه الجنحيه يكون تحكم يعني انت ملي غادي تطالعي غادي تعرفي الامور فين وصلت. لا غنعرف الامور انا باينه لي من دابا لان انعدام المتابعه من طرف قاضي التحقيق استانفت النيابه العامه مشات الغرفه الجنحيه في نفس الاسبوع كيتعطاك القرار وكتاخذ القرار وكتحيد يرفع الحاج وياخذ الكفاله ديالو وياخذ الباسبور ديالو وكل شيء ما كيطلبش حاجه كبيره. استاذه شكرا لك نورتي الراي العام في الاطار القانوني كنتمنوا لك التوفيق استاذه هي معك في الموضوع. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا تبعنا الملف من جميع الجوانب ديالو استاذه زينب خيار محاميه بريضه البيضاء كتدخل على الخط لتتبع الملف ديال خالد سواء في الشق اللي كيتعلق بامور جنائيه وكذلك بامور شيئا ما فيها دعوه مدنيه الحجز فيها امور اخرى. ما يهمنا هو تنوير الراي العام وكذلك قصه للعبره كيفيه معالجه الملفات في اطار القانوني. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع ملف ديال خالد وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضيه. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.